أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. عشرات الشهداء والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في حمص وقصف على معهد للدراسات الإسلامية في دمشق. الجيش اليمني يبدأ هجوما واسعا على مناطق يتحصن فيها مسلح القاعدة في محافظتي شبوة وأبين. إسرائيل تفجر باخرة ناشطين في غزة وتهدم مسجدا في نابلس وتعتقل 17 فلسطينيا. انتخاب رئيس لبرلمان إقليم كردستان من حركة التغيير الكردية بالاتفاق مع حزب برزاني والجماعة الإسلامية، وحزب طالبان يقاطع جلسة التصويت. وفي النشرة أيضا، حفر الخشب في المغرب فن مستمر والحرفيون يرفضون استخدام الآلات الحديثة. أهلا بكم إلى الظهيرة. سقط 45 شهيدا وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة قرب دوار العباسية في حي الزهراء بحمص. وفي حي الشاغور بدمشق استشهد 14 مواطنا معظمهم من الطلاب، وأصيب العشرات من جراء سقوط 4 قذائف هاون، 2 منها على معهد للدراسات الإسلامية في حي العباسيين. وفي حي العباسيين أصيب 8 أشخاص بسقوط 8 قذائف هاون. وحول التفجير في حمص ينضم إلينا من هناك المحافظ، محافظ حمص طلال البرازي. سيد طلال، ماذا يمكن يعني أن تضعنا في تفاصيل هذا التفجير؟ كيف حصل؟ هل هو تفجير مزدوج؟ وكم عدد الشهداء أيضا لغاية الآن؟ نعم، بداية هو عمل إرهابي جبان مدان اليوم، وفي مكان مكتظ ومعروف بأنه مركز تجاري وسوق وممر للمدنيين في ساحة العباسية قرب منطقة الزهرة. سيارتين مفخختين تم تفجيرهم بشكل مزدوج، بيناتهم دقائق. واحدة تقدر كمية المتفجرات فيها بما يزيد عن 300 كيلوغرام، والثانية بما يزيد عن 200 كيلوغرام. أدت التفجيرات إلى سقوط 45 شهيد وأكثر من 90 جريح، معظم الجرحى ومعظم الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين عموما. والمنطقة هي بالمطلق منطقة سكنية مدنية تشهد حركة في هذا الوقت بالضبط. استهدفت زمنيا بهذا الوقت ومكانا بهدف سقوط أكبر عدد من المدنيين. العمل الإجرامي هو ليس العمل الأول، ولكن اليوم صحيح. ومدينة حمص تشهد حالة استقرار في معظم أحياء التي تعود تدريجيا بالأشهر الأخيرة. طيب سيد طلال، استهدفت أكثر من مرة. أنت قلت أنه ليس العمل الأول طبعا، يعني حمص تشهد تفجيرات إرهابية متكررة في الآونة الأخيرة. أنتم في تحليلكم لماذا يعني تتوالى هذه التفجيرات، هذه السيارات المفخخة أيضا، هؤلاء الإرهابيين من أين يأتون ربما؟ يعني لو يمكن تضعنا في صورة التحليلات للوضع الأمني. نحن أولا كما تعلمون ما زال هناك بؤر توتر وانتشار لجماعات إرهابية في وسط المدينة القديمة، والجيش العربي السوري بدأ منذ أسبوعين بعمل استطاع من خلاله إطباق الحصار بشكل أكبر على بعض الأحياء التي تبقى فيها بؤر للإرهاب. إضافة إلى أن المنطقة الشمالية في محافظة حمص والتي تمتد باتجاه تلبيسة والرستن ما زال هناك فيها تواجد كبير لأعداد من المسلحين من الجماعات الإسلامية وداعش والنصرة ومختلف التنظيمات الإرهابية التي تسللت إلى المنطقة. ردا على انتصارات الجيش بالغرب وبالشرق وفي الجنوب، أعتقد بأن هذا العمل الإرهابي يستهدف التقليل من أهمية النجاحات التي حققتها الحكومة من خلال عمليات الجيش العربي السوري في أكثر من مكان. وعندما تستخدم وسائل التفجير المباشر بالسيارات أو استخدام القذائف بعيدة المدى نسبيا والتي تستهدف الحياة الآمنة، هذا دليل على
فقدان الإمكانية في مواجهة الجيش العربي السوري. سيد طلال، سأختم معك أيضا بموضوع يتعلق بالتفجير اليوم. ما مدى حجم الأضرار التي أحدثها هذين التفجيرين؟ الحقيقة حجم الأضرار المادية كبير وكبير جدا، بحكم كما ذكرت أنها هي منطقة سكنية تجارية، والحجم الأكبر الحقيقة والضرر المؤسف هو سقوط أكثر من 45 شهيد من بينهم أشلاء، وأكثر من 90 إصابة. حقيقة كل مشافي حمص اليوم الخاصة والعامة استقبلت العديد من الجرحى، وما زالت سيارات الإسعاف الآن تتجه وتنقل المصابين والجرحى. لكن حقيقة شيء مؤسف أن تستمر هذه العمليات الإرهابية بغطاء دولي دون ما أي إدانة من نعم. أي عاصمة. شكرا سيد طلال البرازي محافظ حمص، شكرا لك على الانضمام بك لنا في هذه النشرة. إلى وسط سوريا وسياق آخر من الأحداث، حيث شرع طلاب الكليات الجامعية في مدينة الرقة في إجراء امتحاناتهم في 5 مراكز، بحيث استقبلت الحسكة وحدها ما بين 60 إلى 70% منهم. محسن ساسي. لأول مرة منذ دخول مجموعات المسلحة مدينة الرقة، بدأ طلاب الكليات الجامعية تقديم امتحاناتهم الجامعية في 5 مراكز موزعة على كل من الحسكة ودير الزور وجامعات دمشق البعث وتشرين. نظرا للواقع الأمني الجديد لمدينة الحسكة وقربها جغرافيا من الرقة، استقبلت الحسكة وحدها ما بين 60 إلى 70% من الطلاب. طلاب الرقة عبروا عن ارتياحهم لأن وزارة التعليم لم تضيع عليهم فرصة الدراسة وسهلت أمورهم، وتحدثوا عن المضايقات التي تعرضوا لها في كلياتهم ومعاهدهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الذي فرض النقاب ومنع الاختلاط واعتقل طلابا وجلدهم وأوقف الحياة الجامعية. إدارة جامعة الفرات أكدت توفير كل مقومات النجاح وتقديم كل التسهيلات لتمكين طلاب الرقة من إجراء امتحاناتهم والحرص على استمرار العمليات الدراسية في المحافظة. اتحاد الطلبة أكد أنه يتابع العمل يوميا لإنجاح امتحانات الرقة في الحسكة برغم عدم توافر البنية التحتية الجامعية وضيق الأماكن. بدأ الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفه، إضافة إلى جرح وأسر عدد من الجنود على يد التنظيم. غدي غنتوس. من محافظة أبين اليمنية انطلقت العمليات العسكرية للجيش لمواجهة مسلحي تنظيم القاعدة. التنظيم رفض عرض وساطة تقدمت بها الحكومة اليمنية قضت بإخراج المقاتلين الأجانب من بلدة المحفد مقابل عدم شن هجوم عسكري عليه في المنطقة. بلدة المحفد في محافظة أبين معروفة بطبيعتها الجبلية وتضاريسها الصعبة، الأمر الذي سمح للقاعدة بإقامة معسكراتها لسنوات فيها. الجيش اليمني حاصر المنطقة من عدة جهات وعزز مواقعه بالآليات وبالأسلحة الثقيلة وبمئات الجنود، وقد تمكن بمساندة مقاتلين من اللجان الشعبية من التقدم باتجاه بلدة المعجلة، حيث وقعت اشتباكات بينهم وبين المسلحين. في محافظة شبوة وتحديدا في منطقة مفرق الصعيد طريق الضلعة نشبت مواجهات بين الجيش والتنظيم الذي أسر 7 جنود واقتادهم إلى جهة مجهولة، فيما شهد محور عطق تحركات عسكرية شاركت فيها الطائرات الحربية والعامودية. في بلدة رضوم الواقعة في منطقة الملبوجة في محافظة شبوة أصيب قائد عمليات اللواء الثاني مشاة وعدد من مرافقيه في كمين نصب لهم، وكان وزير الدفاع اليمني قد وصل بصورة عاجلة إلى المحافظة حيث اجتمع مع المشايخ والأعيان للحصول على التأييد للحملة التي يعتزم الجيش من خلالها القضاء على القاعدة في المنطقة وإعادة قوات الجيش والأمن إلى المديريات الجنوبية الشرقية للمحافظة التي بقيت خلال العامين الماضيين تحت سيطرة مسلحين ينتمون إلى القاعدة.
إذن هذه كانت آخر الأحداث في خلال هذه العملية العسكرية. وللمزيد ينضم إلينا من عدن الصحفي عبد الخالق الحود. أهلا بك سيد عبد الخالق، لو تعطينا معلومات عن تطور العملية العسكرية في هذه الأوقات. نعم، 6 قتلى و15 جريحا و7 أسرى من الجيش، حصيلة أولية لمعارك اليوم بين مقاتلين من القاعدة وقوات الجيش اليمني على محوري شبوة والمحفل. وأكدت مصادر محلية تدمير عدد من الآليات العسكرية ووقوع أخرى بيد مسلحي تنظيم القاعدة الجهاد في جزيرة العرب، بينها دبابات لا زالت محملة على عربات. وكانت ألوية عسكرية قد بدأت صبيحة اليوم هجوما على مناطق في محافظة شبوة يعتقد بأنها تأوي عناصر من القاعدة، غير أن عدد من وحداتها وقعت في كماء نصبها مقاتل التنظيم، تكبد الجيش خلالها خسائر فادحة، حيث أشارت الأنباء الواردة من هناك إلى إصابة قائد عملية اللواء الثاني مشاة وعدد من جنوده في تلك المعارك، بالإضافة إلى وقوع قتل عسكري آخر في كمين بمنطقة الصعيد شرق عاصمة محافظة شبوة. فيما يتعلق بالمحور الثاني على مناطق المعجلة والمحفد، فالجيش هناك تريث قليلا ولم يتقدم بقوة كما كان الحال في محافظة شبوة، فعمد إلى التمهيد الناري عبر قصف عنيف للسلسلة الجبلية الممتدة من وادي ضيقة وحتى أعالي جبال المحفد عبر الطيران الحربي، لتتقدم بعد ذلك وحدات عسكرية إلى صحراء المعجلة والتي قضى فيها قبل 4 سنوات أكثر من 40 مدنيا بقصف أمريكي قيل بأنه كان يستهدف آنذاك عناصر مسلحة من القاعدة. طب عبد الخالق، تقدم أثار حفيظة قبائل المعجلة لو سمحت لي، والذين طالبوا الجيش كما توردت الأنباء بعدم دخول مناطقهم، وهو الأمر الذي لم يلقى استجابة من الجيش، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. نعم. طب مع كل هذه الصعوبات التي يواجهها الجيش اليمني، ما هو المتوقع من هذه المعركة عبد الخالق؟ إلى أين ممكن أن تصل؟ باعتقادي أن الجيش بحسب المعطيات الأولية اليوم قد فشل في تحقيق مكاسب أولية، هذه المكاسب التي كان يمكن أن تعطي دفعة معنوية لجنوده، بالتالي يمكن أن يحقق من خلالها أيضا سيطرة على الأرض. هذه الصعوبات التي واجهت الجيش باعتقادي أن الجيش لم يكن مهيئا، خاصة أن كثيرا من الجنود المشتركين في هذه المعارك ليسوا مدربين تدريبا كافيا على خوض المعارك في المناطق والسلسلة الجبلية مع مقاتلي عناصر تنظيم القاعدة المدربين بشكل جيد في على هذه المواجهات في تلك السلاسل في تلك السلسلة الجبلية الممتدة من شبوة إلى المحفد في وعلى ما يبدو المتحصنين بشكل جيد. شكرا لك عبد الخالق الحود الصحفي، كنت معنا من عدن، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نقلت الإذاعة الإسرائيلية اتهاما من جهات فلسطينية لإسرائيل بإغراق باخرة في غزة كانت تعتزم الإبحار في رحلة لكسر الحصار عن القطاع. إلى هذا هدمت جرافات إسرائيلية صباحا مسجدا ومساكن ومنشآت في خربة الطويل جنوب مدينة نابلس وفي قرية الفريديس ضمن أراضي 48. كتب مستوطنون إسرائيليون شعارات مسيئة على جدران مسجد الرحمة. النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي وصف الاعتداء على المسجد باللاسمية المتنامية ضد المسلمين، فيما دعا المجلس المحلي في الفريديس إلى تنظيم تظاهرة مساء اليوم وإضراب غدا الثلاثاء. حول هذه التطورات ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحام. ناصر، لنتحدث يعني طبعا هذه المعطيات موجودة، لا أدري إذا كان لديك أو حدث شيء جديد خطير أيضا على هذا النحو، نتحدث عن التوقيت يعني في هذا الوقت بالذات أن يكون هناك كل هذه الاستهدافات من قبل إسرائيل ومن قبل متطرفين للفلسطينيين مع تعثر التفاوض. لا شك هناك تناقض كبير في تصريحات القادة الإسرائيليين، بينما حذر أمس جنرالات وقادة أمن إسرائيليون من أن تجميد المفاوضات سيؤدي إلى انهيار ميداني. كانت إسرائيل تسارع صباحا هي عسكريا رسميا ومع قطعان المستوطنين بسلسلة عدوان على الأراضي الفلسطينية، بدءا من تفجير باخرة في غزة إلى المسجد الأقصى إغلاقه واعتقالات، إلى قرية عقربة قرب نابلس حيث الهدم والاعتداء على المسجد، ثم وصل الأمر إلى الكنيسة وإلى الشعارات المعادية. أنا أرى على أرض الواقع
قبل قليل كان هناك إغلاق وحصار على مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية تقييد لحركة السكان فيها. إسرائيل تتعمد استفزاز المواطنين وهذا ينبئ بأنه سيكون ردة فلسطينية لا شك، وخصوصا حالة يعني الضيق والضنك التي يعيشها الفلسطينيين. ناصر، يعني في إطار ما يتوقع عن أن ما سينتج عن تعثر هذه المفاوضات ربما يكون ميدانيا، فوضى ميدانية، هل إسرائيل تدفع باتجاه انتفاضة يعني إذا أردنا أن نذهب إلى أقصى الأمور، أو تحرك فلسطيني مقابل أن يكون هناك رد فلسطيني على الأرض، تظاهرات، عمل عنف؟ لا، لغاية الآن لنا لا يبدو ذلك، لكن إسرائيل تتعمد أن يعيش الشعب الفلسطيني خصوصا في الضفة الغربية حالة من التوتر الدائم، وأن يكون هناك قلق عند السكان، وأن يكون قلق عند القيادة الفلسطينية بحيث لا تستطيع التخطيط استراتيجيا. مثلا تم الإفراج عن أموال الضرائب بعد خصم 20 مليون منها، ولكن هذا يعني أن الرواتب ستنزل. بالمقابل هناك تضييق وخناق وعدوان. بصورة عامة نستطيع أن نلخص ونقول بأن كل طرف من الأطراف قام بفعل ما أراد. الفلسطينيون قاموا بثلاث خطوات: المصالحة مع حماس، التوجه للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل تجميد الاستيطان قبل وإطلاق سراح الأسرى قبل أي عودة للمفاوضات. إسرائيل فعلت ما برأسها. الولايات المتحدة الأمريكية صفعت إسرائيل مرتين، مرة بالتنبؤ بأنها مجتمع عنصري، ومرة بتحميل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات. أي أن الأطراف الثلاثة فعلت ما يحلو لها، والآن يعود كل واحد بظروف جديدة إلى طاولة المفاوضات. لم يعودوا بعد، لكن لم يغلقوا الأبواب للعودة. شكرا ناصر لحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم على كل هذه المعطيات. وفي إطار الإرهاب الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين، تبرز هذه المشاهد لجندي في الجيش الإسرائيلي كيف يصوب بندقيته على رأس فتى فلسطيني في الخليل. القناة العاشرة الإسرائيلية عرضت كيف أن الجندي لم يكتفي بتوجيه بندقيته باتجاه الفتى، بل أمطره أيضا بالشتائم. الجندي فقد السيطرة على نفسه بعد مشادة كلامية مع هذا الفتى الفلسطيني. نفى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بشدة أن يكون قد وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، وذلك بعدما نقل موقع إخباري أمريكي أنه أدلى بتصريحات بهذا المعنى خلال اجتماع مغلق مع مسؤولين دوليين. وأوضح كيري في بيان أنه لو كان قادرا على إعادة ما قاله لاختار كلمة مختلفة تعبر عن قناعته بضرورة قيام دولة يهودية، وعن أن إنهاء النزاع مع الفلسطينيين يعتمد على اعتماد حل الدولتين. وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان طلب إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى شديدة اللهجة ضد مبعوث المنظمة الدولية للشرق الأوسط روبرت سيري. ليبرمان رأى أن سيري يستغل منصبه لإبراز مواقفه الشخصية المناصرة للفلسطينيين وإذاء العلاقات بين إسرائيل ومواطنين مسيحيين أو مواطنيها المسيحيين على حد تعبيره. نشرت حركة السلام الآن الإسرائيلية تقريرا عن بناء 14,000 وحدة استيطانية خلف الخط الأخضر. منال إسماعيل. فترة التسعة أشهر المحددة للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية انتهت، لكن البناء في المستوطنات مستمر، فهو لم يتوقف أصلا طوال تلك الفترة. وعلى هذه الخلفية نشرت حركة السلام الآن الإسرائيلية تقريرا أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت قدما نشر عطاءات وخطط بناء لحوالي 14,000 وحدة استيطانية جديدة خلف الخط الأخضر خلال الأشهر التسعة من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. التقرير أوضح أن مقارنة سريعة بين الحكومات تظهر أن ارتفاعا حادا طرأ على بناء المستوطنات في حكومة نتنياهو الثانية، فعدد العطاءات التي نشرت لبناء المستوطنات قفز من 1358 مناقصة في حكومة نتنياهو الأولى إلى 6113 مناقصة في حكومته الحالية. مكتب الإحصاء المركزي بدوره نشر معطيات تفيد بأن المستوطنات تصدرت قائمة الإنفاق الحكومي، وأن مستوطنة مثل معالي أدوميم تحصل على دعم مالي يوازي ثمانية أضعاف ما تحصل عليه بلدات عربية ضمن أراضي 48، وأن عدد عمليات البناء في المستوطنات خلال النصف الأخير من عام 2013
وهي الفترة التي جرت فيها المحادثات تضاعف مقابل الفترة الموازية من عام 2012، وأن عدد الإسرائيليين الذين ينتقلون للسكن في مستوطنات الضفة الغربية يزيد على عدد الذين يغادرونها. على أن الأخطر هو ما كشف عنه قبل يومين خلال نقاش جرى في الكنيست حول فرض القانون من قبل الإدارة المدنية على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. فالإدارة المدنية أهلت السنة الماضية 28 ألف دونم في الضفة الغربية للبناء في المستوطنات، وهي مساحة أراض غير مسبوقة من حيث الحجم مقارنة بسنوات سابقة، ولتوفير التواصل بين مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل. وفي تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يسعى متخرجو الجامعات في القطاع إلى تأمين مصادر دخل لا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية، لكنهم لا يجدون منها إلا ما ندر بسبب هذا الحصار. حصار الاحتلال لم يسلم منه حتى خريجو الجامعات. السعي وراء لقمة العيش دفعت بالكثيرين إلى التخلي عن طموحاتهم، وباتت الشهادة الجامعية بالنسبة لهم مجرد حبر على ورق. درست الماجستير في هندسة الحاسوب والشبكات في إسبانيا، عدت إلى غزة، لم أجد يعني هذه الفرصة في مجال الهندسة، فاضطريت إلى التوجه إلى العمل الخاص في جانب مثلا المطاعم والفندق والأمور هذه. عبد الله أيضا لم يشفع له اغترابه عن غزة طلبا للعلم، فعندما عاد إليها بماجستير في الهندسة من إحدى الجامعات الأردنية سدت البطالة في وجهه كل منافذ العمل إلا ثغرة واحدة تسلل منها بعد أن نحى الشهادة الجامعية جانبا. أهدرت 7 سنين في مجال ربما لو غيرته من البداية كان أفضل، لو أني اتجهت من بدري للفندقة أو لإدارة عمل من هالنوع ربما كان أفضل. الهجرة باتت حلم الكثيرين من خريجي غزة. المهندس محمد قبل تحت وطأة الحاجة أن يدير ظهره لرحلة طويلة مع التعليم، وحتى العمل الذي امتهنه على تواضعه وقلة دخله يوشك أن يصبح في خبر كان. قعدنا 5 سنين ندرس الهندسة وهينا تخرجنا وما في شغل، حاليا قاعد بشتغل سيارة تاكسي وهذا آخر يوم لأنه ما في سولر أصلا. بنفكر في السفر كتير بس برضو المعبر يعني مسكر دائما. 40 ألف خريج عاطل عن العمل في غزة، وبطالة الشباب قفزت إلى 45% في ظل منع دخول مواد البناء وتواصل انقطاع الكهرباء. لنا شاهين غزة، الميادين. من جديد أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. انتخب نواب أقليم كردستان العراق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة التغيير يوسف محمد رئيسا للبرلمان، والمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر إبراهيم نائبا للرئيس، وعضو قيادة الجماعة الإسلامية فخر الدين قادر سكرتيرا للبرلمان، فيما قاطع نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التصويت. جاء ذلك إثر اتفاق بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، وقد رفع البرلمان جلسته إلى الأسبوع المقبل من دون تسمية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيرفان برزاني لتأليف حكومة الإقليم. حول هذه الخطوة ينضم إلينا من إربيل مراسل الميادين محمد كريم. محمد، ما هي دلالات هذه الخطوة قبيل يوم من الانتخابات العراقية؟ نعم، لأن هذه الخطوة وهذه الجلسة هي حددت قبل أسبوع من الآن باتفاق أذرنا ما بين حركة التغيير المعارضة وحزب الديمقراطية الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. هذه الخطوة اليوم يعني جعلت من الشارع الكردستاني منقسما في ظل هذا الاتفاق أو في ظل توزيع المناصب الجديدة التي حصلت اليوم في البرلمان. يعني التصويت اليوم حصل بامتناع أعضاء كتلة الاتحاد الوطني 17 وغياب عضو 18 وهو أيضا فلان بايد وهو قيادي في الاتحاد الوطني. فالتصويت تم ب84 صوتا من 111 عضوا لبرلمان إقليم كردستان، فيما هنالك 7 أوراق كانت فارغة، وبالتالي فإن البرلمان سيحتاج جلسته المقبلة
يوم الأحد المقبل لتسمية لربما رئيس أو مرشح الكتلة الفائزة، الكتلة الأكبر في البرلمان، ألا وهي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كتلة بارزاني، من أجل تأليف الحكومة في مدة يجب أن لا تتجاوز 30 يوما. أمام البرلمان اليوم في كردستان 10 أيام فقط لتسمية رئيسا لحكومة الإقليم. نعم. هل ما حصل يؤشر أو يخبرنا كيف سيكون شكل التحالفات بعد الانتخابات؟ نعم بالتأكيد، هذه آلية توزيع المناصب اليوم التي تمت هنا في إقليم كردستان وتحديدا في برلمان الإقليم تشير إلى تحالفات تتجه باتجاه تقارب ما بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي فإن ذلك معناه أن الارتباط فك ما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني. هل هذا يعني حكما الاتحاد الوطني تتجه بهذا الصوب؟ يعني حكما الاتحاد الوطني سيكون في المعارضة؟ حاليا عندما استقرنا وقمنا باخذ اراء من قيادات الاتحاد الوطني، هم اخبرونا بان هنالك جوله اخيره من المفاوضات لربما ستكون رهنا لتحولهم الى معارضه داخل البرلمان من خلال الانتخابات التشريعيه العراقيه المقبله. اذا ما علمنا ان هنالك مناصب لنا ستكون مخصصه لاقليم كردستان في الدوله العراقيه الجديده من رئيس البرلمان العراقي ورئيس الحكومه وكذلك رئيس العراقي بشكل عام الذي كان منصبا للكرد طيلة السنوات السابقة، لذلك لربما ستدخل مناصب توزيع الحكومة أيضا في هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات ما بين الأحزاب الكردية. لكن جميع المؤشرات أو في أغلبها أن الاتحاد الوطني بالطبع بالفعل كما ذكرت يتجه نحو المعارضة الكردية ويصف شكرا محمد. برلمان داخل في كردستان. شكرا محمد كريم مراسل الميادين كنت معنا من إربيل. إذن العراق دخل عمليا مرحلة الصمت الانتخابي عشية الاقتراع العام، صمت خرقه اليوم تفجيران استهدفا سوقا شعبية في منطقة السعدية بمحافظة ديالى أوقع 22 شهيدا وأكثر من 30 جريحا وفق ما أفاد به مراسلنا. تفجير اليوم يأتي غداة تفجيرات استهدفت محافظة ديالى وأوقعت عشرات الشهداء والجرح. وسنجول على مراسلنا لمعرفة الأجواء قبيل هذه الانتخابات. من بغداد معنا عبدالله بدران، من البصرة حازم كلاس، ومن النجف مفادتنا إلى هناك زهراء الديراني. أهلا بكم جميعا، وسنبدأ طبعا من العاصمة من بغداد. ماذا يمكن أن تخبرنا عبدالله عن تحضيرات الأحزاب، مرحلة الصمت الانتخابي أيضا كيف يمكن أن تصفها لنا؟ نعم لانا، الأحزاب ليس لديها تحضيرات فعليا اليوم. منذ انتصاف ليل أمس دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي، وهناك لجان رصد من قبل مفوضية الانتخابات لأي كيان سياسي يحاول أن يروج أو يحاول أن يشكل نشاطا انتخابيا أو يحاول أن يتواصل مع الناخبين بطريقة دعائية. هذا هو ما ينص عليه قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. عدا يعني طبعا الأمر لم يسلم من بعض الخروقات عبر رسائل قصيرة إلى يعني عبر الشركات الهاتف المحمول في يوم الصمت الانتخابي، وربما هي لا ترقى سوى لغرامات قد تفرضها مفوضية الانتخابات على هذه الكيانات. بالنسبة لاستعدادات المفوضية يوم أمس أعلنت أنها أكملت الاستعدادات كاملة وهي مستعدة يعني خوض هذه الكرنفال الانتخابي بحسب وصفها. طبعا الأمر لا يقتصر على المفوضية، بالنسبة للاستعدادات الأمنية وزارة الداخلية العراقية أصدرت بيانا قبل قليل ردت فيه على ما أشيع في بعض وسائل الإعلام من أنها ستعتمد على الخطة التي وضعتها أصلا ليوم الاقتراع، فيما هو الداخلية ستعتمد على خطة بديلة وستكون هناك إجراءات استثنائية بحسبها. على الأعم في هذه الإجراءات في عمومها حظر للتجوال عدا المرخص لهم. نعم لانا،
طب هذه إجراءات مهمة جدا تتعلق بالوضع الأمني الذي يتخوف منه يعني في العاصمة كما في محافظات أخرى على ما حصل في ديالى تفجير إرهابي، هل هناك تفاصيل جديدة عن هذا التفجير يمكن أن تطلعنا عليها عبد الله؟ نعم، هو التفجير حصل فعلا بعد ساعات من تفجير سبقه بذات المنطقة خانقين شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، بالأمس كان هجوما انتحاريا، اليوم عبوتان ناسفتان بالتتابع وفي وقت الذروة بفعل أن حضرة جوال سيعيشه العراق لعدد من الوقت ربما، فكان هناك زخم يعني للمواطنين في السوق الشعبية في ناحية السعدية بقضاء خانقين، وبالتالي التفجير كان بالتتابع أوقع حتى الآن 22 شهيدا وأكثر من 35 جريحا، وربما ليس الأمر مستغربا إذا ما قرن بأن هناك هجمات فعلية يعني كانت متوقعة، لكن ربما ما يشهد له بأنه إنجاز أمني بحسب المراقبين هو إحباط عدد من عمليات استهداف مراكز انتخابية قبل يوم من يوم الاختراع العام، وكذلك قتل عدد من الخلايا المسلحة التي توصف بالنائمة لتنظيم داعش في ديالى وكركوك وفي الأنبار. طبعا هذا أمر مهم يؤمن سير حسن يعني العملية الانتخابية. سننتقل منك عبد الله إلى حازم كلاس في البصرة، كيف تبدو البصرة قبيل يوم من الانتخابات حازم؟ رانا، يعني البصرة قبل يوم من الانتخابات هي في صمت انتخابي كما هي سائر المحافظات العراقية. بالأمس ليلا يعني كانت شوارع البصرة مليئة بأنصار التيارات والكتل السياسية المختلفة، جالت حتى وقت متأخر من الليل شوارع البصرة وساحاتها رافعة صور وأعلام هذه الكتل السياسية، ولكن بعد ذلك وعند منتصف الليل ضربت عاصفة ترابية محافظة البصرة بعد أن مرت على بغداد أيضا وأزالت الكثير من الصور واليافطات الانتخابية. في الحقيقة يعني الاستعدادات اللوجستية والأمنية باتت كاملة تماما ومعدة مسبقا، هناك 503 مراكز اقتراع ستكون في البصرة تتضمن 3792 محطة انتخابية، وفي المجمل هناك حوالي أو أكثر من 60,000 شخص يشرفون على العملية الانتخابية بين يعني منفذ بين جزء تنفيذي على العملية على عملية الاقتراع أو جزء مراقب من الكتل السياسية. في المجمل أيضا يعني كما كانت الميادين قد علمت وتم تأكيد ذلك أيضا قبل دقائق، محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن أن يعني حظر تجوال على المركبات سيبدأ عند منتصف هذه الليلة حتى إشعار آخر في البصرة. حسب ما علمنا يتوقع أن يستمر حظر التجوال على المركبات حتى الساعات الأولى من الاقتراع، ريثما يتم التأكد من سلاسة العملية الانتخابية. نعم، هذا موضوع ينطبق على كل المحافظات العراقية. شكرا لك حازم. الآن ننتقل إلى زهراء الديراني لأعرف منك زهراء خصوصية النجف، تحضيرات المعركة الانتخابية لوجستيا أمنيا وكل التفاصيل قبيل يوم من الانتخابات، تفضل. نعم لانا، دخلت محافظة النجف في مرحلة الصمت الانتخابي طبقا لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. فجرا توقفت الحملات الانتخابية للكتل لمرشحي الكتل السياسية وكذلك الحملة الدعائية استعدادا لعملية الاقتراع العام التي ستجري صباح غد وستنطلق صباح غد. تم اكدت لنا المفوضية العليا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بالنسبة أو تجاه المخالفين والذين سيخرقون مرحلة الصمت الانتخابي. تم إزالة جميع الصور واللافتات الانتخابية من أمام مراكز الاقتراع، هناك أكثر من 323 مركزا انتخابيا تم تجهيزها لعملية الاقتراع العام، هناك أكثر من 700,000 ناخب في محافظة النجف
النجف يحق لهم المشاركة غدا في عملية الاقتراع. كل المواد والأجهزة الإلكترونية والمواد المتعلقة بعملية الانتخابات وصلت إلى المراكز، تم فحصها ومعاينتها. هناك أكثر من 11,000 موظف بحسب ما أكد لنا مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات، سيعملون على نجاح على ضمان نجاح وشفافية الانتخابات. نعم، شكرا زهراء ديراني. إذا مفادتنا إلى النجف. أيضا أشكرك عبد الله بدران من بغداد وحزم كلاس من البصرة، شكرا لكم جميعا. وطبعا أنتم ستطلعون على كل التفاصيل، سنبقى معكم في هذا اليوم وغدا أيضا. شكرا لكم. استأنفت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمصر محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع مع 47 من قادة الجماعة في قضية تتعلق بقطع الطريق الزراعي بقليوب التي جرت في شهر يوليو تموز الفائت. إلى هذا قرر نائب العام المصري المستشار هشام بركات الطعن في أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق بديع ونحو 700 من أعضاء جماعة الإخوان. قتل شخصان وجرح آخران بتفجير استهدف قاعدة عسكرية في مدينة بنغازي شرق ليبيا. مصادر أمنية قالت إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة عند بوابة السكنة العسكرية بعد رفض حراسها فتحها أمامها. التفجير أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في المنطقة. وننتقل إلى الأزمة بين روسيا والغرب. فقد حذرت موسكو اليوم من أن العقوبات الغربية على روسيا تدفع الأزمة الأوكرانية نحو حائط مسدود. الخارجية الروسية رأت أن فرض بروكسل عقوبات جديدة اعتقادا منها بأنها ستسهم في استعادة الاستقرار في أوكرانيا يدل على أنها تجهل تماما الوضع في هذا البلد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه بدلا من إرغام ما وصفتها بعصابة كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، انصاع الأوروبيون لرغبة واشنطن في الأزمة الأوكرانية. لم تصل بعد الأزمة الأوكرانية إلى الخط الأحمر. تحت أنظار اللاعبين الدوليين يرتسم مصير الدولة السوفيتية السابقة. في مقدم هؤلاء الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على 7 مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس الروسي، وشددت شروط التراخيص المطلوبة لبعض الصادرات العالية التقنية إلى روسيا والتي يمكن أن تستخدم عسكريا بحسب البيت الأبيض. لقد قرر الاتحاد الأوروبي إضافة 15 اسما للقائمة التي حددناها سابقا. نعتبر أن هؤلاء الأشخاص يتحملون مسؤولية تجاه سلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها. سيصار إلى تجميد أصولهم وحظر سفرهم، ولدينا ما مجموعه 48 اسما. إنها عقوبات جديدة ترمي إلى إقناع موسكو بالإحجام عما تعتبره إذكاء الاضطرابات في أوكرانيا. الرد الروسي لم يتأخر، فبرأي وزارة الخارجية الولايات المتحدة تصعد. سيرجي ريابكوف يقول نحن واثقون من أن الرد سيكون له تأثير مؤلم على واشنطن. رد القيصر يكتمل مع موقف وزارة الدفاع. سيرجي شويغو وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي قال إن القوات الروسية لن تجتاح أوكرانيا، مردفاً عادت القوات الروسية التي تشارك في مناورات قرب الحدود الأوكرانية إلى سكناتها. في الداخل الأوكراني حراك لا يستكين، مسلحون يسيطرون على مبنى بلدية قريبة من دونيتسك التي يذهب البعض إلى حد القول إن المعارك هناك ستحدد مستقبل شرق أوكرانيا. وفي خاركوف شرق البلاد أعلنت وزارة الداخلية إنه تم احتجاز 13 محتجا مواليا لروسيا، كما أصيب رئيس البلدية الموالي لروسيا برصاصة في الظهر في اعتداء شنه مجهولون، اعتداء من شأنه كنقطة في بحر متوتر إطار
إطالة الأزمة أكثر فأكثر. تحشد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلف الأطلسي قوتها في أوروبا الشرقية في تحرك غير مسبوق ضد روسيا، مما جعل الأخيرة تنتقد هذا التحرك ومعه الهجمة الإعلامية الغربية على موسكو. دلولة حديدان. وصول 130 مظليا من الجيش الأمريكي إلى أستونيا لا يبدو أنها آخر التعزيزات العسكرية لحلف الناتو والقوات الأمريكية ضد روسيا. سبقتها تعزيزات أخرى عرفتها دول البلطيق على الحدود الغربية لروسيا. إنها فرصة للقوات الأمريكية لتدرب مع نظيرتها الإستونية. سنتعلم معا وستكون لنا فرص كثيرة للعمل معا. في الظاهر لا تحط هذه الأفواج العسكرية إلا بغرض التعاون، أما في الباطن فهي محاولة من واشنطن لطمأنة دول حلف شمال الأطلسي وجميع حلفائها في المنطقة إلى أنها تلتزم الدفاع عنهم في أي مواجهة محتملة مع روسيا في شبه جزيرة القرم أو أوكرانيا. تعاون عسكري جديد لن يغفل مجالات الدفاع الجوي والحماية من الهجمات الإلكترونية وتدريب القوات الخاصة. القوات التي نزلت إلى أستونيا في مهمة تدوم 8 أشهر سبقتها قوات مماثلة إلى لاتفيا، ليتوانيا وبولندا الأسبوع الماضي في تحرك غير مسبوق لقوات الناتو في دول أوروبا الشرقية يشمل البر والبحر والجو. حشد أثار القلق الروسي، فأبلغه وزير الدفاع سيرجي شويغو نظيره الأمريكي تشاك هيجل في مكالمة هاتفية. شويغو قال إن هذا الحشد ترافق مع تصريحات استفزازية للأمين العام للحلف حول ضرورة ردع روسيا، إضافة إلى ما وصفه بالهستيريا المعادية لروسيا التي تشنها وسائل إعلام غربية، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. استمرت التظاهرات المطلبية في لبنان وعمت شوارع العاصمة بيروت. للمزيد حول هذا الخبر وأخبار اقتصادية أخرى معنا عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مساء الخير لنا. لك. السلام عليكم. رفعت هيئة التنسيق النقابية في لبنان سقف مطالبها داعية إلى تأمين الضمان الصحي لكافة اللبنانيين وبدل غلاء المعيشة الذي تطالب به منذ سنوات، متمسكة بتأمين التمويل عبر فرض ضرائب على أرباح المصارف وغرامات على محتلي الأملاك البحرية والنهرية العامة. رئيس هيئة التنسيق حنا غريب دعا عبر الميادين جميع اللبنانيين إلى الانضمام إلى التجمع النقابي الأضخم في لبنان بعد معلومات عن محاولات بعض النواب في البرلمان شطب بند تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال الضرائب على المصارف وزيادتها على الفقراء. التغطية الصحية الشاملة لكل من يحتاج حبة دواء، لكل من يتسكى على باب مستشفى ولا يتمكن من الدخول إليها. ونضيف أيضا لحلفائنا الفقراء أننا لن نقبل فقط بتمويل السلسلة، بل نريد أيضا تأمين النظام التقاعدي 50% من القوى العاملة. احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى مستوى قياسي منخفض جديد. تفاقم العجز التجاري استنزف مخزون المصرف المركزي من العملات حتى بادت تغطي 93 يوما من الواردات. موجودات خزينة البنك المركزي سجلت 6.5 مليار دولار من النقد الأجنبي في نهاية أذار مارس الماضي. وزاد العجز التجاري لتونس في الربع الأول بأكثر من الثلث ليسجل 2 ملياري دولار. أعلنت شركة لوك أويل الروسية النفطية توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة العراقية للتنقيب بشأن إمكانية إجراء كشف جيولوجي على الرقعة النفطية غربي الفرات. الشركة الروسية ستجري مسحا على الرقعة النفطية الممتدة على مساحة تقدر ب 17,000 كيلومتر مربع بالتعاون مع مواطنتها شركة زاربس للنفط. انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية واصفا إياها بغير المشروعة وغير المتحضرة وأنها تؤذن بالعودة إلى ممارسات الحرب الباردة. ريابكوف أوضح أن العقوبات تتعارض ومقتضيات القانون الدولي وأنها ترتكز على رؤية غير صحيحة للأحداث الجارية في أوكرانيا ولا توصل إلى حل للمشاكل القائمة. العقوبات شملت حظرا على التأشيرات وتجميدا الأصول الخاصة لسبعة مسؤولين روس وفرض عقوبات على 17 شركة على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العقوبات الغربية على موسكو تشمل أوروبا. وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن توقع أن يكون لفرض المزيد من العقوبات على روسيا أثر سلبي في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. بالطبع العقوبات الاقتصادية والإجراءات المالية لمنع الأشخاص من الوصول إلى أموالهم لها أثر في اقتصادات كل الدول المجتمعة حول هذه الطاولة. بالطبع لها تأثير، لكن عليكم أن تسألوا أنفسكم ما هو الثمن الاقتصادي لعدم السعي إلى إعلاء حكم القانون في أوروبا. شركة بي بي النفطية البريطانية العملاقة لن تلتزم العقوبات الغربية على روسيا. الشركة أكدت أنها تنوي البقاء مستثمرا طويل الأجل في شركة روزنفات الروسية بعدما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على رئيسها. متحدث باسم بي بي أوضح أن خطط الشركة تقضي بالحفاظ على استثماراتها الناجحة في روسيا على المدى البعيد. تمتلك الشركة البريطانية حصة تبلغ نحو 20% في روزنفات. كشفت شركة غازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي أن فرض المزيد من العقوبات الغربية عليها بسبب الأزمة الأوكرانية قد يعطل صادراتها من الغاز إلى أوروبا ويؤثر سلبا في أنشطتها وأسهمها. حاجات استهلاك أوروبا من الغاز التي توفر منها غازبروم نحو 30% تبدو مهددة بالتوقف نتيجة الخلاف حول الأسعار. خلاف بين الشركة والحكومة الأوكرانية يهدد بتعطل خطوط أنابيب الغاز التي تمر في الأراضي الأوكرانية نحو أوروبا. إيرادات السياحة التركية ترتفع، نمت بأكثر من 3 نقاط مئوية خلال الفصل الأول من العام الجاري، وسجلت 4 مليارات و800 مليون دولار وفق معطيات معهد الإحصاءات التركي. انعكاسات الأزمة السورية شملت القطاع السياحي في البلاد خلال السنوات الماضية قبل أن يستعيد عافيته نسبيا العام الماضي. وتعد إيرادات السياحة التركية مصدرا هاما للعملة الصعبة في البلاد، ولا سيما أنها تعاني عجزا مزمنا في ميزان معاملاتها الجارية. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. الموعد يتجدد مساء في 6:30 مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك لنا. شكرا عبد الله. تحمل الحرف اليدوية في المغرب روح الأصالة وعبق التاريخ والنقش على الخشب. من بين تلك الحرف التي يرفض الكثير من أهلها استخدام الآلات الحديثة فيها بعدما أثر دخولها الورش في جودة المنتج. هي يد الناقش على الخشب تأبى أن تجاري إيقاع العالم السريع، وقد استحدث في حرف الصناعة التقليدية المغربية آلات وأدوات حديثة أثرت على جودة المنتوج. النقش البلدي كان يتطلب الوقت، كان يشد اليد وكيشد بزاف ديال المسائل، خصك تخدم بالليل وبالنهار وتنحاولوا نلبيو الرغبات ديال الكليان، حيت الصناعه اللي كانت قديمه مابقاش كتوكل الطرف ديال الخبز. 30 سنة من الحرفه لم يجني منها سعيد دهاري غير خلق ورشه صغيره لنجاره، ربح محدود واستعانه بالاله ربحا للوقت. ومع ذلك يحاول سعيد التمسك بالنقش اليدوي لعلمه بأن أصل الحرفة في اليد وأن هجرانها يعني وفاة الصانع. يقول مثل مغربي: إذا لم تغني الصنعة صاحبها فهي على الأقل تستره في هذه الدنيا. وفي عالم الخشب صناع مغاربة نقشوا عليه فردوه خشبا، وصناع آخرون نقشوا عليه فردوه ذهبا. فؤاد اليحياوي مستثمر خلق مقاولة كبيرة تهتم بصناعة تقليدية، رفض التطبيع مع التحديث إلا على مستوى إضافة لمسات عصرية على المنقوشات وتطعيم الخشب بمواد أخرى من دون الاستعانة بالآلة. وحنا المجهود اللي كنديروا هو درنا جمعية ودرنا الاتحاد ديال الصناعة التقليدية في الجهات ديال الرباط وزمور زعير وهذه المناطق ديال سلا لمحاربة الناس، هاد الناس اللي كتخدم بالآلات بهذه الممكنة، يعني هما اللي كيهلكوا هذا القطاع. حنا ما عندنا لا بترول لا ذهب لا، ولكن عندنا شي ذهب اللي ما كيموتش، البترول كيتبخر. وبعيدا عن صراع التقليد والتحديث يبقى فن النجارة والخشب المعماري أبلغ من التعبير عنه ما دام للعين تعبير آخر. عثمان صديق، الرباط، لقناة الميادين. أخبار عن دوري أبطال أوروبا والان بي اي وغيرها من الأخبار الرياضية من حول العالم تحملها لنا عبير الزوادي. مرحبا عبير. مرحبا لنا، شكرا لك. لك
السلام عليكم. قالوا إن الأشجار ستحترق لكنها تمطر في ميونخ. رد ساخر من كارلو أنشيلوتي على رئيس بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغي. الأخير كان قد توعد بأن فريقه سيحرق حتى الأشجار في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة. فجاءه الرد. مدرب ريال مدريد لم يوفر نظيره في بايرن ميونخ بيب غوارديولا. قال إنه ولاعبيه ليسوا أغبياء ليعدوا أنفسهم. تأهلوا إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف. أنشيلوتي أكد أن مباراة الليلة ستكون معقدة جدا بالرغم من الأفضلية البسيطة لفريقه. وعن أسلوب لعب الملكي أعلن الإيطالي أن فريقه سافر إلى ميونخ للتسجيل ولن يكتفي بالدفاع. نقطة واحدة تفصل نادي يوفنتوس الإيطالي عن إضافة نجمة ثالثة إلى صدره. احتفل لاعب السيد العجوز على نحو لافت بعد تخطي عقبة مضيفهم ساسولو بثلاثة أهداف لواحد. البيانكونيري حقق انتصاره 30 مقابل 3 تعادلات. جماهير ملعب يوفنتوس أرينا تستعد لاستقبال أتلانتا نهاية الأسبوع الحالي. ويكفي رجال المدرب أنطونيو كونتي التعادل لإحراز لقبهم 30. الألماني مسعود أوزيل يعود إلى عزف أعذب الألحان في ملعب الإمارات ويقود أرسنال لتعزيز مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. عازف الليل سجل أحد الأهداف الثلاثة للمدفعجية في شباك نيوكاسل يونايتد. لاعب ريال مدريد السابق قاد أوركسترا الجانرز بسلاسة بمساعدة الثنائي الفرنسي لوران كوسيلياني وأوليفي جيغو. رجال المدرب أرسن فينجر ابتعدوا بفارق 4 نقاط عن إيفرتون الخامس قبل مرحلتين على ختام الدوري الإنجليزي الممتاز. قضية لاعب برشلونة داني ألفيش في تفاعل مستمر جديدها تضمن رئيسة البرازيل ديلما روساف مع ابن بلادها. رد مفحم وقوي، هكذا وصفت روساف التقاط ألفيش للموزة وأكلها بعدما رماها أحد مشجعي فياريال عليه. أشادت أيضا بنجم نيمار لتضامنه مع زميله في برشلونة عبر إطلاق هاشتاغ كلنا قرود على موقع تويتر. روساف قالت إن البرازيل سترفع علم مكافحة التمييز العنصري خلال العرس الكروي. لهذه الغاية أطلقت هاشتاغ مونديال ضد العنصرية. وفي السلة الأمريكية ميامي هيت أول المتأهلين إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية بعدما حسم السلسلة مع مضيفه تشارلوت بوبكاتس بأربعة انتصارات متتالية. ارتدى الضيوف قمصانا حمراء حذف عنها شعار الدوري خلال فترة الإحماء احتجاجا على التصريحات العنصرية من مالك نادي لوس أنجلوس كليبرز. تفاعل اللاعبين مع القضية ترجم تألقا في المباراة وخاصة مع النجم ليبرون جيمس صاحب 31 نقطة. كريس بوش أسهم في الانتصار أيضا بتسجيله 17 نقطة وأضاف زميله دوين ويت 15. ميامي حجز مقعده في نصف نهائي المنطقة الشرقية ويواجه الفائز من سلسلة بروكلين وتورنتو. التصريحات العنصرية لرئيس نادي لوس أنجلوس كليبرز دونالد ستيرلينج تدفع رابطة السلة الأمريكية إلى العدول عن قرار تكريمه. الرابطة ذهبت إلى أبعد من ذلك، أعلنت أنها ستعيد كل الأموال التي قدمها ابن 80 عاما إلى اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا. سمعة رجل الأعمال الشهير تدهورت كليا بعد نشر مكالمة هاتفية مع صديقته يطلب منها فيها عدم اصطحاب أشخاص من ذوي البشرة السمراء إلى الملعب. في خبرنا الأخير، غسان سركيس مجددا على رأس الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة. جلسة اتحاد كرة السلة أفضت إلى تجديد الثقة بمدرب نادي عمشيت اللبناني. أولى مهماته ستكون قيادة منتخب الأز في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل. رئيس لجنة المنتخبات نزيه بوجي فاجأ الجميع بتقديم استقالته بعد تعيين المدرب اللبناني، وهو كان يريد التعاقد مع مدرب أجنبي متفرغ للمنتخب، ونفى أن تكون استقالته موجهة ضد أحد، وأكد بقاءه في عضوية اتحاد كرة السلة. نهاية الموجز الرياضي، عودة إليك لانا. شكرا عبير. والآن إلى الفقرة، فقرة الماضي الحاضر.
ولم يتبقى من الظهيرة سوى التذكير بعناوينها. عشرات الشهداء والجرحى بتفجيرات في حمص وقصف على معهد للدراسات الإسلامية في دمشق. الجيش اليمني يبدأ هجوما واسعا على مناطق يتحصن فيها مسلح القاعدة في محافظتي شبوة وأبين. إسرائيل تفجر باخرة ناشطين في غزة وتهدم مسجدا في نابلس وتعتقل 17 فلسطينيا. انتخاب رئيس لبرلمان إقليم كردستان من حركة التغيير الكردية بالاتفاق مع حزب برزاني والجماعة الإسلامية، وحزب طالبان يقاطع جلسة التصويت. وكان في النشر: حفر الخشب في المغرب فن مستمر والحرفيون يرفضون استخدام الآلات الحديثة. إلى هنا تنتهي الظهيرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.